جاهزين لقصة اليوم؟ قصتنا اليوم بتحكي البحث عن الكنز. لا تنسى تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. أحيانا بعد المدرسة يجتمع الرفاق عن تالة للعب. اليوم بعد ما ركبوا الصور وعرفوا حذاذير كثيرة، ثم قالت تالة: ما رأيكم في لعب البحث عن الكنز؟ ثم ردت شادية: فكرة ممتازة. وبسرعة أحضرت تالا علبة صغيرة زرقاء ملأتها بالشوكولا وقالت: سيكون هذا كنزنا. فرح زياد كثيرا، فهو مغرم بالشوكولا. أدار زياد وشادية وتمارا وجوههم نحو الحائط، فخبأت تالا العلبة فوق الخزانة، ثم قالت: هيا انطلقوا في البحث عن الكنز لتربحوه. بحثوا الفتاتان تحت السرير فلم تجد شيئا، ثم وراء الستارة لا شيء أيضا. فتشت تمارا وشادي داخل الأدرج كذلك الأمر لا شيء أيضا. أما زياد فوقف على الكرسي ومد يده فوق الخزانة، ثم صاح بحماس: لقد لمست العلبة، لقد لمستها شوكولاتي. ولكن فجأة بوم بام بو، وقعت العلبة الكبيرة على رأسه. قالت تالا: عجيب، هذه العلبة بنية وعلبتي زرقاء صغيرة، هذا ليست علبتي، هذا ليس كنزنا. تبادل الرفاق الأربعة نظرات متعجبة. هذا العلبة بنية بينما علبة كنزنا زرقاء، ما الذي حصل؟ ثم قال زياد: لن نأكل الشوكولاية المصيبة، كنزا آخر لمن هو؟ فتحت تالا العلبة فاكتشفت الرفاق فيها دمية وقفازتين صغيرتين وممحاة وقماشة سوداء وكيسا مليئا بالكلال. صاحت شادية: ياي، هذا كنز آخر، لمن هو؟ في تلك اللحظة دخلت أم تالا الغرفة قائلة: ماذا يحدث هنا؟ ثم ردت تالا: كنا نلعب هنا وانظري ماذا وجدنا. تعرفت الأم على العلبة البنية وابتسمت: هذا علبتي كنزي وأنا صغيرة. سألها زياد ضاحكا: أكنت تلعبين بالكلب؟ أجابت الأم: نعم يا عزيزي، كان رفاقي يزورون منزلنا كثيرا لنلعب وكنت أفوز غالبا. قالت تالا: أمي، أتلعبين معنا؟ ثم ردت الأم: ولم لا، أنا جاهزة، هي بنا إلى غرفة الدروس فهي أوسع. وحينها ارتفع صوت زياد: ولكن ماذا عن الشوكولا؟ أنسيتم الشوكولا؟ بعد اللعب المسلي بالكلر رجع الجميع إلى غرفة تالا التي تناولت من العلبة قطعة من القماش السوداء لها دبوس، وقد رسم عليها شكل قلب فضي مكتوب في داخله: شكرا شيرين. قالت شادية: ما هذا؟ ثم أجابت الأم: هذا مشبك يعلق على الثياب وله قصة. سألوا الأربعة بحماس: ما هي ما هي، أخبرينا خالته. ابتسمت الأم وقالت: كنت في العاشرة من عمري أدرس على البلكون وأمي عن جارتنا، رفعت نظري عن الكتاب فرأيت جارنا الأستاذ بشيرا يقع على الأرض، الأرض منزله مقابل بيتنا، ولم يعد يتحرك، فخفت عليه كثيرا وهو يعيش وحده. فكرت سريعا في أني أذهب إلى بيت جارنا، ولكني فعلت ما هو أسرع، ركضت نحو الهاتف وطلبت رقم الشرطة وأخبرتهم بما حصل، ثم أسرعت إلى أمي في بيت جارتنا. بعد وقت قليل حضرت الشرطة وسيارة الأسعاف التي نقلته إلى المستشفى بعد أن شفي الأستاذ بشير. زارنا وشكرني كثيرا وقدم لي مجموعة من الكتب وعلق هذه المشبك على صدري. ظلوا الأولاد لحظات ساكتين، ثم ارتفع صوت تالا: هذا مدهش، تعيش أمي الشجاعة، تعيش أمي الشجاعة. ووسط هذه الحماس ارتفع صوت زياد: المهم الآن، هل سنحضر الكنز ونأكل الشوكولا؟ ثم ضحكوا الجميع. رأيكم بالقصة بالتعليقات.